ويشرفنا في هذه الندوة نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة الأخصائيين بوزارة الصحة والسكان والأمان العامة للصحة النفسية وعلاج الإجنان. واسمحوا لي أن أعبر عن رأي الجامعة في ندوتنا هذه مما قضى مرجعنا جميعا تلك الدراسة التي صدرت عن وزارة التضامن الاجتماعي وبالتحديد عن صندوق مكافحة الإدمان في ديسمبر عام 2020، والتي أظهرت أن محافظة سوهاج هي الأولى على محافظات الجمهورية في التعاطي والإدمان، والثانية في التدخين، والثالثة في تعاطي الكحوليات. لقد وضعت علينا هذه الدراسة مسؤوليات ضخامة كبرى تجاه أهالينا من سكان محافظة سوهاج. كما ذكر سابقية في الكلام أن محافظة سوهاج هي إحدى المحافظات عالية الكثافة، فهي شرقي وغربي، ويضيق الوادي في بعض نقاطه إلى أضيق نقطة تصل إلى 16 كيلو متر، مما يؤدي إلى أن المساحة المأهولة بالسكان في المحافظة لا تتعدى 14% من إجمالي المساحة الجغرافية. هذا يؤدي إلى أن عدد السكان الذين زاد عددهم عن 5,600,000 نسمة يعيشون على هذا الوادي الضيق، فترتفع الكثافة السكانية. وأشد على أيديكم، ما فيش حد في يوم من الأيام ما بيدخنش يفكر يدخن. أنت في نعمة لا تدرك أهميته للتدخين، اللي هو أقل أنواع الإدمان. شكرا ما شاء الله. يعني الإنسان اللي بيدخن دواء حقيقة هو مبتلى. لا يختلط بين الشباب، وتحت شعار شبابنا يقدر من غيرها، وإيد في إيدها بتساعدهم ونحميهم، كلها أشياء مهمة ومميزة. وبدعو زملاء أعضاء التدريس ومعاونيهم وشباب الجامعة للاستفادة من مثل هذه الندوات. أنا موجودة معاكم النهاردة لأنه زي ما قال أساتذتنا الأفاضل، إحنا مش بنتكلم على مشكلة، إحنا بنتكلم مع فئة مهمة جدا. وإحنا طول ما إحنا بنشتغل وطول ما إحنا بنحط خطط لشغلنا، لأن العامة للصحة النفسية وكل التمارين عملنا ندوات في منتهى الأهمية عن أكثر من موضوع، مش بس الإدمان، في موضوعات فرط الحركة في الأطفال، موضوعات